السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بأقاليم جاد درعاتا في ليلة اليوم 29 شتنبير 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المستبعدة منذ ظهور الوباء 79412 حالة، الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 7118 حالة، حالات الشفاء 5926 حالة، الحالات قيد العلاج 1035 حالة، حالات الوفيات 157 حالة. بالنسبة لتقسيم حالات اليوم على حسب الأقاليم اللي كتنتمي لجهة درعات فيلالت، إقليم ميدلت 1424 حالة، أي بزيادة 26 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1155 حالة، أي بزيادة 56 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 20 حالة. إقليم الرشيدية 2523 حالة، أي بزيادة 26 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 2024 حالة، أي بزيادة 39 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 63 حالة. إقليم تنغير 786 حالة، أي بزيادة 7 حالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 552 حالة، توفت منها 12 حالة. إقليم ورزازات 1628 حالة، أي بزيادة حالة واحدة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1511 حالة، أي بزيادة 5 حالات شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 44 حالة. إقليم زاكورة 757 حالة، تشافت منها 684 حالة، توفت منها 18 حالة.